السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المغربية الحاضرة احييكم هنا من صالة وزارة الرياضة بالدمام، هذه الصالة الخضراء في كأس العرب لكرة الصالات بالنسخة السادسة المقامة في المملكة العربية السعودية. اذا هنا قائمة موريتانيا، طبعا هذه قائمة الأسماء: بولي صبار، إبراهيم العيد، ودادي كارديد، موسى خيار، محمد السالم، محمد الدرويش، جميل محمد، عبد الرحمن بوحمادي، محمد همتي، ومحمد إمام، ومكية محمد. منتخبين طبعا نتحدث عن نظام التأهل. اليوم هو اليوم الثالث من الدور المغربية الآن، والتسديدة قوية، محاولة تشوف المنتخب المغربي، لكن اكيد الحارس محمد امام من اكبر النتائج اللي حققها هذا المنتخب، يتحصل على جائزة افضل لاعب يوم الامس. وهنا الان ايضا المحاولات تستمر، ولكن كرة طبعا مواجهة عربية بنكهة افريقية بلا شك. هنا ذات اكبر انتصارات، انتصار على المنتخب الصومالي، احد ابرز المرشحين لتحقيق هذه البطولة. سفيان يسدد الان، ولكن مغربي بصراحة، المنتخب المغربي عنده علاقة وثيقة مع قدم الصالات. وهنا ايضا التسديد القوية، يسدد امادة، محاولة الان، وتسمع لصوت الجمهور الحاضر. سفيان اول الاهداف، ادريس رايس يسجل الهدف الاول. ادريس اسمك. العودة السريعة يا ناس، مع مين؟ مع يوسف جواد، والتسديدة القوية، القائم موجود، يلعبون وكأنهم لم يضمنوا التأهل، يلعبون وكأنها المباراة الان حاضرة من جديد. محاولة للتسديد، تسديدة قوية، الثاني في عام 2005، وفي 2007 حصل على المركز. تستمر المحاولات المغربية للوصول عن المرمى. الله، لطيف يا عبد اللطيف، عبد اللطيف، كل شيء في الملعب. تعود الآن من جديد، محاولة مع إبراهيم يتقدم للمنتخب المغربي. أقام معسكر تحضيري في المغرب، تخللته مباراة ودية أمام المنتخب المغربي، خسر فيها بنتيجة كبيرة. يعني المنتخب الموريتاني طبعا على فكرة، طبعا المنتخب المغربي خاض الحال، تتحول الآن محاولة، تستمر، تسديدة قوية وإبعاد، ما يعطي مجال أبدا، على طول في دفاع، وتسديدة قوية، وبلال بقالي. إضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، هنا دائما كل البطولات والأحداث في المملكة العربية. صار اللي ما قد صار، تعود الآن من جديد كبيرا، وتعاقدت مع مدربين كبار كالسعودية والكويت، عنده ثلاث نقاط، والصومال ولا نقطة. راح نشوف ثلاثة منتخبات لكل مجموعة يتأهل. تعود الآن كرات ومحاولات من جديد في هذا اللقاء، وخطأ وحيد على موريتانيا، وإن كانت مباراة فيها دفاعات. وهنا محاولة أولى لهذا اللاعب إبراهيم، محاولة لمصلحة المنتخب المغربي، هنا التسديدة، الله، بحث عن المرمى فوجد المرمى وهز المرمى، هو أنس العيان 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 أنس. شوف هنا المنتخب المغربي بأساليب لعب كرات الآن ومحاولات. شوف صراحة لما تعود الآن من جديد إلى إبراهيم فضل الكوبري، ولكن تحول. وهنا الآن تسديدة قوية، عادت من جديد، عارضة، كرة في العارضة من هذا اللاعب اللي هو أكدوا بأنها ركلة ركنية، والأهداف تعود الآن من جديد، تسديدة قوية، وايضا كرة تتحول لمصلحة المنتخب. الان 17 دقيقة و45 ثانية تقريبا، بدينا من الساعة الثانية، تعود الان من جديد، هدف 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 هدف
هدف لبومزو، بومزو يسجل الآن الهدف الرابع، 4-4-4. ونوجهها من جديد لجماهير الأخضر للتواجد هذا الموريتاني المتقدم بأربع أهداف هو المنتخب المغربي. الإسماعيل، إسماعيل، إسماعيل يطرق الباب من جديد. يا إلهي على هذا المنتخب في كل تفاصيله، التشجيع ومن خلال أيضا جول جديد، أشرف محمد سعود ياخذ نصيبه بالهدف الخامس. يا المغرب هي البطولة خماسية، ولكن بعدها أتى الغيث بثلاثة أهداف. الله يا هليلة يا هليلة وياهو يوم 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 تاريخي يا مغربية في هذه اللحظات. وش الجديد؟ لا جديد، هدف لمصلحة المنتخب المغربي الآن، سباعية خيالية، يوسف جواد. شوف اللحظات تعود الآن، هنا محاولة والتسديدة، عودة جميع لاعبي المنتخب الموريتاني، وهنا تسديدة يسارية محمد إمام. محاولة مستمرة في هذا اللقاء، هائل مرعب خيالي استثنائي، هدف خالد يا خالد، خالد بوزيد، خالد بوزيد، لا والله غزيت يا بوزيد. من جديد الآن محاولة مغربية وإبعاد للكرة في هذه اللحظة من جديد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على هذا التصدي. رضا الخير صاحب الهدف الأول، إدريس رايس. مغربية حاضر الآن، جاب الجول. شكله يسمعني يا ناس، شكله يسمعني سفيان، سفيان المسرار يسجل. عود الآن محاولة مغربية يلعب الآن. الله، هز المرمى، هز المرمى بلال، هز المرمى بلال، بلال بلال بلال. 10 أهداف، والمخرج لا زال يعطينا تفاصيل هذا المدافع عن تحقيق البطولة مرتين على التوالي. وهنا هدف جديد، هدف ثالث لهذا اللاعب، هدف ثالث لهذا هاوكار أحمد. ومن الكويت عبد العزيز الصراف، وهنا أيضا، هنا الآن أيضا هدف جديد لمصلحة المنتخب المغربي الذي يضرب بقوة ب13 هدف. شوف